برج دي اللي هي مد جلاتك او الجله دي اللي هي القدم يعني، لان المصريين كان التعبير بتاع مد رجلك دي يعني يشير الى الحياه، برجلاتك يعني امشي بقى واجري وكده. زي ما بنقول انه الاطفال كانوا واخدين مساحه مهمه جدا، يعني لدرجه ان بتاع خطب مثلا بيقول لابنه قبل ما يتجوز: اذا كنت عاقلا قرب ابنك حسبما يرضي الاله، اذا شب على مثالك وجد في عمله فاحسن معاملته واعتني به.